السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ إن شاء الله يا ربي الجميع بخير. اليوم راح نشرح الكمبيوتر جرافيكس بلغة سي بلس بلس. الموضوع اللي راح نتكلم عنه هو الكليبينج. خلي نشوف شنو هو الكليبينج. أوكي، يوجد خوارزمية باسم كوهن سوترلاند ألغوريثم. خوارزمية كوهن تقول the algorithm is to find the category of the line segment، يعني إيجاد مقاطع اللاين. زين، the algorithm proceed in two steps، لها خطوتين، لها اثنين خطوات. assign a 4-bit code to each endpoint of the line segment، يوجد 4 بتات للكود. يعني شنو؟ مثل هذا، بت الأول، بت الثاني، بت الثالث، بت الرابع. إذا عندنا 4 بتات. زين، the code is determined according to which of the following 9 regions. يقول لك الكود مقسم الى 9 مناطق على الشاشة. الموقع هذا يسمونه موقع الويندو. هذه مواقع اللي يسموها هي الكليبنج. يعني هنا هي الشاشة مالتي، الخارج هذا الشيء يسمونه كليبنج، يعني قطعة من هنا. اوكي، زين. طبعا هنا يكون ال x max، هنا يكون x minimum، هنا يكون y max y minimum. اوكي، يقول لك ابتداء من start from the left most، ابتداء من الاول رقم من اليسار. each bit of the code is set to true of or false، مو of or false، zero according to the schema. يقول لك بت الاول، اذا كان بت الاول، بت الاول هذا، البت الاول هذا، يعني شنو؟ اول واحد من اليسار، is above the window، is above the window، يعني هذا. يقول لك شنو؟ اذا كان بت الاول، ياهو بت الاول يعشر عليه واحد فوق الويندو هذا. اوكي، شو يسموه هاي؟ ساين واي ناقص واي ماكس. زين، بت الثاني end point is below the window، بت الثاني اللي هو واحد من هو هذا، بت الثاني اللي هو شنو؟ below the window، هاي window هاي اسفله. اوكي، اللي هي شنو؟ هذا بت الثاني، وبت الثاني ايضا واحد، وبت الثاني ايضا واحد. البت الثالث end point is to the right of the window، يمين الويندو، هذا الويندو يمينها، يمين الويندو هذا. بت الثالث منو بت الثالث؟ هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة. ايش مأشر؟ مأشر واحد. اوكي، يكون مالته هذا. زين، البت الرابع end point is to the left of the window، يعني شنو بت الليفت؟ هاي الويندو، هذا اليسار مالتها. بت الرابع واحد، اثنين، ثلاثة، وهذا شنو؟ هذا الرابع. اوكي، يعني مقسمك اياها الى 9 ريجن، كل ريجن لها خاصية كود لها. اوكي، الكود ده طبعا، عفوا، هذا الكود مهم جدا. يعني من اول ما تبدي الامتحان تقسم الشاشة وتشوف شنو هو الويندو وشنو الاجزاء اللي هو الكليبنج، يعني هاي الارقام توضحها بعد الشاشة. زين، الشاشة هي 0 0 0 0، ماشي. بالامتحان اذا قالت لكم اكتبوا خوارزمية كوهن سوترلاند الجوريثم، تبدون من هنا تنتهون بالصفحة الثانية لهنا. اوكي، يعني ما تبقون ولا كلمة. خلينا نشوف. يقول لك النقطة الثانية، the line segment is visible، يقول لك المقطع اللاين هو يكون مرئي اذا كلا الكود مالتهم، كلا الكود يكون زيرو. يعني شنو؟ يعني لقيت الكود الاول هو صفر 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 صفر، صح؟ والكود الثاني زيرو 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 زيرو. اذا كانت عملية الاند مالته، الاند بيناتهم، بين الرقمين زيرو ان زيرو زيرو، وكذلك زيرو ان زيرو ايضا زيرو، وايضا زيرو وايضا زيرو. يقول لك اذا كان كلاهما path code is zero، اذا هذا شنو؟ visible، visible segment line، visible line.
زين. يقول لك the line segment is not visible، يقول لك مقطع اللاين غير مرئي إذا استخدمنا البوابة AND of the code is not zero. يعني إذا سوينا عملية الآند بين الكودين وطلع الناتج مو صفارة مو أربعة أصفارة، إذا هذا شنو؟ not شنو؟ visible. أوكي خلي نجدد الصفحة. يعني على سبيل المثال شلون؟ صفر 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 صفر. أوكي هذا شنو من ضمن الويندو؟ هذا صفر صفر واحد صفر. هذا شنو؟ إذا تكون صفر آند صفر 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 آند واحد صفر صفر آند صفر صفر صفر. هذا شنو؟ هذا يكون شنو؟ يكون visible، بس شنو؟ بجزء من عندك clipping. ليش بجزء واحد من عندك clipping؟ لأن وجود رقم واحد. أوكي لأن هذا راح ينقطع، لأن هذا يكون بكليبنج، هذا ما يكون بكليبنج، هذا صحيح، هذا يصير بي شنو؟ كليبنج، كليبنج، ما يعلم هو طلع عنا شنو؟ طلع عنا صفر 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 صفر، ليش؟ لأن دي يقول لك جزء من عندهم راح يظهر بالويندو، راح يظهر على الشاشة، بس جزء الآخر ما ظهر على الشاشة، ليش؟ شنو السبب؟ لأن هذا بي واحد، أي واحد من ذولا بي عنده بي واحدات فهذا يعتبر شنو؟ يعني مو فيزبل بالكامل. جزء visible. Okay. The line segment is candidate for clipping. هو هذا الشيء تتحشى عنه. Candidate يسمونه candidate for clipping. If the logical end of the endpoint code is zero. يعني شنو؟ يقول لك عند عملية الضرب بين الكودين راح يكون الناتج شنو؟ صفر. عملية الضرب بين الكودين، هذا الكود الأول، هذا الكود 1 وهذا الكود 2. اوكي هذا الرقم الكود الاول وهذا الكود الثاني، من تضربهم شي طلع صفر، صحيح؟ هذا بس شي يسمونه كانديديت كليبنج. شلون عرفنا كانديديت كليبنج؟ قلت لكم عن طريق الكود، اياهما يكون عنده يحمل على رقم واحد. إذا كان واحد من هذول البتات يحتوي على رقم واحد فهذا يعتبر شنو؟ candidate clipping إذا كان الناتج صفارة. زين جيد. يوجد قوانين للكوهن، هاي القوانين مالتها. قانون الميل اللي هو سلوب y2 ناقصا y1 على x2 ناقصا x1 for any other point. اذا شنو؟ اذا تجي ايجاد نقاط اخرى y ناقصا y1 على x ناقصا x1. هاي قوانين مهمة جدا جدا تجي بالامتحان. if you هنا ملاحظة، if we are testing against a left or right direction the x value، اذا كان الاتجاه نحو محور x نستخدم القانون هذا، إذا كان اتجاه نحو محور واي نستخدم القانون هذا. يعني عكس الشيء، إذا كان اكس نستخدم واي، وإذا كان واي نستخدم اكس. جيد. هذا مثل ما تشوفونه عندنا سؤال. هو شنو السؤال؟ خل نحل السؤال أنا وياكم. يقول لك if the clipping window is x left يساوي لنا minus 4 و x right يساوي لنا موجب 4 و y top يساوي لنا 4 و y bottom يساوي لنا سالب 4. اوكي خلي نحدد الشاشة. اوكي شو يقول جزئنا الحاسب؟ يقول لك if the clipping window، يعني الشاشه مالتي شنو هذني؟ هي سالب 4. سالب 4 شنو؟ x left،
اكس ليفت. اكيد اقسمها الى اربعة اقسام، اوكي هذه يسمونه اكس اكس ليفت، هذا الشيء يسمونه اكس رايت، واي توب، واي شنو بوتوم. زين حدد لي ايش حدد، حدد القيم الاكس ليفت ايش قد، سالب اربعة، هاي سالب اربعة، يعني النقطة هاي شنو النقطة هاي قد قيمتها، سالب اربعة. زين والواي اكس رايت هذا موجب اربعة. زين والواي توب شنو اربعة، هاي واي توب اربعة، والواي بوتوم سالب شنو اربعة. اوكي قسمنا الشاشة مثل ما تشوفون، يقول لك كليب ذا لاين، اقطع لي اللاين اللي شنو هو منطق كي كي ال كليبنج، يعني مثل ما كليبنج لاين اربعة اربعة ونص الى ستة ونص، and اي بوينت اي بوتوم يساوي لنا واحد واحد وواحد ثلاثة. زين انا شلون اعرف الحل من هذا السؤال؟ عفوا شلون اعرف هذا؟ عن طريق عندك المحدد لك هو القيم وعندك الكليبنج. هسه نجي على الكليبنج الاول نقطة اللي هي شنو كي ال اربعة خمسة، نجي احنا نكتب النقطة هنا نقول اربعة خمسة. زين الاربعة هي شنو اكس اكيد صح، والخمسة هي شنو واي مو صحيح. زين اشوف الاربعة من ناحية الاكس وين، انا هنا هنا نقطة شنو، هنا نقطة صفر صفر صح، هذه نقطة صفر صفر. زين الاربعة وين الموجب اربعة، منا لو منا اكيد منا اكس رايت، وين اربعة هاي الاربعة، بس شنو هي تقع على حدود الويندو مالتي، يعني اذا خرجت منها مثلا 4.1 قبل هالبوينت 1 ما راح تنشاف، ما راح تنشاف. اوكي زين ايش قلت لكم ماني، تتقسم الشاشه الى ايش قد 9 ريجن، 9 ريجن قلنا هنا ايش قد، هاي هنا بما انه هي داخل الويندو فهذا كله ايش قد صفر 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 صحيح. زين هنا شنو، هنا واحد صفر صفر صفر. زين هنا واحد صفر واحد صفر، هنا واحد واحد صفر صفر واحد، هنا صفر 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 واحد، كذلك هنا صفر واحد صفر واحد. تقسموها انتو، هاي يسموها الكودات الخاصة بالتسعة ريجن، هنا شنو صفر واحد واحد صفر، وهنا صفر صفر واحد صفر. زين تقول قيمة اربعة وخمسة، لاين عندي من اربعة لخمسة مو صحيح، وهاي أربعة والخمسة وين هالخمسة؟ خمسة هي واي، هاي الواي خمسة، هاي أربعة حدود الواي أربعة، إذا عبرت أربعة بوينت واحد شنو راح شنو يصير؟ راح يصير قطع، يعني عبر الويندو، بس شنو هنا مكتوب خمسة، فإذا أمشي خطوة هنا وهذا يعتبر شنو، يعتبر خمسة مو صحيح، فإذا أربعة خمسة هنا راح يكون تقاطعهم. أربعة خمسة راح يكون تقاطعهم هنا،
هاي النقطة مالتي اللي هي شنو؟ 4 5. زين نجي يقول لك وين شنو الواحد واحد والواحد عفو 4 5 وين يروح للستة خمسة. نجي على 6 5 خمس 6 5 هاي شنو هاي اكس هاي شنو واي. الستة وين تقع على محور اكس اكيد الموجب من هنا. فاذا بما هنا 4 فاقول 5 هنا 5 وهنا أنا شنو 6 فاذا يعتبر هذا هو 6 هاي 4 هنا مثلا 5 على سبيل المثال 5 هنا أنا 6 عادي هي مثل رسم اعتيادي رسم بياني. زين الواي وين تقع الواي 6 شنو 5 هذا الواي هذا الخمسة وين تقاطعهم هنا راح يكون هنا هاش تقاطع الستة تقاطع الخمسة يكون هنا فهاي شنو 6 5. يقول لك ارسم لي اللاين هذا اللاين. زين شلون اعرف انه هذا صار عندي قطع او ما صار عندي خطا؟ اوكي خلينا نشوف شلون ناخذ الكود مع النقطة هاي وناخذ الكود مع النقطة هذا. زين نجي خلينا نحل هنا أنا. النقطة هاي نقطة هاي وين تنتمي؟ وين تنتمي؟ بما انه هي 4 اذا وين تجي هنا ليش؟ لان حدود الويندو 4 حدود الويندو 4 اذا عبرنا 4.1 اروح هنا بما انه هي شنو 4 على حدود الويندو اذا اروح على جزء الويندو. جزء الويندو وين يقع؟ هنا ابوف ذا ويندو فوق الويندو. اذا ايش قد الكود مالته؟ 1 0 0 0. اكتب الكود الاول 1 0 0 0. زين هذا النقطة وين الكود مالتها؟ أكيد ما عندي غير خيار إنه هو هذا الكود مالت اللي هو 1 0 1 0 1 0 1 0 علامة AND 0 AND 0 شنو؟ 0 0 AND 1 0 0 AND 0 0 و1 AND 1 1. إذا بما إنه طلع لي الناتج لا يساوي 0 إذا هذا شنو؟ not visible يعني غير مرئي. زين مثل ما تشوفون اذا يقول لك code 1 and code 2 اللي هو هذا and هذا يساوي لنا الناتج هو 1 0 0 0 مثل ما سوينا 1 0 0 0. يقول لك not 0 يعني لا يساوي 0 اذا the line is not visible. ماشي نحل السؤال عفوا المطلب لا الثاني. خلي امسح هذا. قسمها الى 9 ريجن. اوكي هاي حدود الويندو هنا قلنا 4 سوري 4 هنا سالب 4 هنا 4 هنا شنو سالب 4. الكود ما كنت اكتبها اللاين جيت 1 1 1 1. نجي هنا الكود الاول 1 عفوا يعني النقطة محور النقطة مالتها 1 1 قلنا هذا شنو هذا اكس وهذا شنو هو واي مو صحيح؟
زين، الواحد واحد بواحد، إذا يكون شنو؟ هاي يا نقطة صفر صفر، صح؟ هاي صفر صفر، هاي زين. الواحد وين يعشر؟ أكيد هنا، هذا هو واحد. زين، الواي بالنسبة للواحد وين؟ هذا هو الواحد. إذا نقطة التقاهم وين؟ هاي نقطة التقاهم، هي واحد واحد. زين، لي وين يروح؟ للواحد ثلاثة. أجي وين هذا؟ واحد ثلاثة، هاي اكس، ماذا واي. وين الواحد؟ هذا واحد، صح؟ الثلاثة مال واي وينها؟ هاي واحد، هاي اثنين، وهاي ثلاثة، وهاي اكيد الرابعة. اوكي زين، فيقول لك واحد ثلاثة، وين واحد؟ وين التقاهم؟ التقاهم هنا، هاي واحد ثلاثة، ارسم لي اياها. وين يقع عفوا الكود مال هذا؟ ايش قد؟ صفر 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 صفر، يعني يقع من ضمن حدود الويندو، من ضمن حدود الويندو. زين، اللي اسمها هذا الكود مال هذا ايضا من ضمن الويندو، اذا الكود مالته صفر 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 صفر. سوي عملية اند بيناتهم، اند صفر عن صفر صفر، صفر عن صفر ايضا صفر وصفر وصفر. اذا the line، تكتب the line is visible. اوكي زين، بعد ما عرفنا هذا السؤال انحل. راح ايش يقول؟ يقول for the line AB الكود الاول واحد واحد هو صفر، والكود الثاني واحد ثلاثة هو شنو؟ ايضا صفر. بعد عملية الاند اذا يساوي لنا صفر، يقول لك the line AB is visible. اذا السؤال هذا انحل. نجي الى حل السؤال الثاني. هذا جدا السؤال مهم، السؤال كلش مهم. يقول لك اكزامبل، مطيق هو حدود الويندو، بقت انت بس تقسم. خلينا نشوف شنو هي حدود الويندو. سالب واحد بواحد، قسمها الى تسعة، تسع مناطق، تسع ريجن. اوكي زين، هاي النقطة الكيل سالب واحد بواحد، سالب واحد بواحد، هنا واحد بواحد، هنا واحد واحد بسالب واحد، هنا سالب واحد، سالب واحد بسالب واحد، وهنا شنو؟ نقطة صفر صفر. الكود تضعه فوق الشاشة. اوكي زين، يقول لك clip the line سالب ثلاثة على اثنين، وواحد على ستة. إذا وين شلون نطلع النقاط مالتها؟ سالب ثلاثة على اثنين، تجي أنت بالحاسبة تقسم ثلاثة على اثنين واحد ونص، واحد ونص به سالب، إذا سالب واحد ونص. زين، أشوف سالب واحد ونص، لحظة خليني أكتب لك القيم.
سالب 3 على 2، وعندك النقطة الأخرى 1 على 6. زين، هاي شنو اكس، هاي شنو واي، صحيح؟ زين، سالب 3 على 2 شو تصير؟ سالب 1.5، صحيح؟ لأن 3 على 2 هي 1.5، بالسالب سالب 1.5. زين، هنا صفر صفر، هنا شنو؟ سالب 1، لأن هو يقول لك هنا حدود مالتها سالب 1، أوكي؟ زين، هنا شنو؟ 1، هنا أيضا شنو؟ سالب 1، هنا شنو؟ 1، أوكي؟ سالب 1.5، إذا هنا سالب 1، سالب 1.1، سالب 1.2، سالب 1.3، سالب 1، اللي هنا بقول سالب 1.5، أوكي، إذا هاي نقطة سالب 1.5، 1/6، منو هذا؟ للواي، 1/6 ايش قد يساوي لنا؟ 0.16، صفر هذا ايش يصير؟ يصير 0.16. بالنسبة للواي، بالنسبة للواي، اوكي، هاي الواي يقول لك 1.6، اذا وين اشر؟ وين اشر؟ هذا هو الصفر مالتي مال اكس، هذا الصفر 0.10، يعني صفر هنا راح يكون. اذا خلي نقطة التقاطع مالته هنا، اوكي، اذا هاي النقطة هي تقاطع سالب 1.5 و 0.16، اوكي، زين، وين راح يروح؟ السالب 1/2 و0.3/2. نجي نرسم، هسه خلينا نكتب النقاط، سالب 1/2، عفوا هذا الى، مو سالب، هاي معناه الى، يؤدي يعني من هذا النقطة الى هاي النقطة، اذا 1/2.3/2. زين، هاي شنو؟ هاي اكس، هاي شنو؟ هاي واي. هسه شلون نرسمها؟ 1/2 هي شنو؟ هي نص 0.5، مو صح؟ بس بإمن بالنسبة للإكس، أوكي، بالنسبة إمن. زين، 0.5 هاي هنا صفر، 0.1، 0.2، صفر، هنا هي شنو؟ هاي 0.5. زين، 3/2 جيد يساوي لنا 1.5. اذا 1.5 وين حيكون؟ هنا 1.1، 1.2، لحد يقول هنا نقطة التقاهم هي هنا، اوكي، لان نقطة التقاء 0.5 والواحد ونص هنا راح يكون التقاهم. اذا ارسم لاين، اوكي، هذا هو اللاين مالتي، اوكي، طبعا هسه راح نشوف شلون هذا هو الكانديديت كليبنج، شلون راح نعرفه. زين، نجي احنا ورا ما كملنا النقاط، نجي شو نسوي؟
طلع الكود مال هذا النقطة والكود مال هاي النقطة. اوكي الكود مال هاي النقطة ايش قد؟ طبعا لازم تعرفونه، هو لازم يعني تراجعون القيم من تقديم عتها اللي هي ايش قد هاي النقطة. خلينا نكتبها الكود مالته اللي هي 0001، وهاي النقطة ايش قد 1000. اوكي اسوي عملية اند بيناتهم، اند سوري اند 1 اند 0000 ايضا 0 و0. زين طلعت لي شنو؟ visible صحيح visible، بس شنو candidate؟ ليش candidate؟ candidate clipping شنو السبب؟ لأن هذا يحتوي على واحد وهذا يحتوي على واحد. لو كانت نياتهم صفر صفر نيات كلهم صفار هنني تقول بس visible، بس إذا واحد نياتهم يحتوي على واحد فهذا شنو يعتبر؟ شنو يعتبر candidate. زين راح يقول لك شنو كم clipping راح يكون؟ يقول لك 2. السبب لأن هذا النقطة تحتاج كليب وهذه النقطة تحتاج كليبنج، يعني 2 كليبنج عندي اللي هي شنو؟ هاي النقطة اقطعها من هنا لهنا، وهاي النقطة اقطعها من هاي لهنا. جيد هسه بكل سهولة تطبق القوانين مال كانديديت كليبنج. بعد مثل ما يقول لك هنا أنا الكود الأول عن الكود الثاني هذا وهذا طلع لي صفر. then the line is candidate for clipping السبب هذا وهاي. من تشوف من تشوف اكو candidate clipping تستخدم أول شيء شو تسوي له؟ طلع قانون السلوب المين. قانون شنو؟ السلوب. طلع السلوب اللي هو شنو؟ قانون السلوب المين. الام يساوي لنا y2 ناقصا y1 على x2 ناقصا x1. زين y2 شلون طلعها وال y1 كذلك شلون؟ انتبه لي النقاط معايا سالب 3/2 النقطة الأولى سالب 3/2 وشنو 1/6 هاي النقطة وين تروح؟ اليا نقطة تروح النقطة 1/2 فاصلة شقد 3/2. زين أكيد راح نسوي هنا إكس 1 هاي واي 1 هنا إكس 2 وهنا شنو واي 2. تقول y2 اللي هي 3/2 ناقصا y1 اللي هي 1/6 1/6 بالضبط تقسمهم على شنو x2 اللي هي 1/2 ناقص بما هنا ناقص زائد 3/2 يطلع لك الناتج 0.6. اوكي هذا يكون الناتج مالك مثل 0.6.
طبق القانون الاكس ليفت والاكس رايت والواي توب والواي بوتوم. اوكي اطبقهم كل القوانين راح يطلع القيم، تطلع القيمة هاي، تطلع القيمة هاي، تطلع القيمة هاي، تطلع القيمة هاي. القيمة اللي تطلع من ضمن حدود الويندو تعتبر صحيحة، واللي خارج حدود الويندو تعتبر شنو؟ ريجكتد، مرفوضة. اوكي يعني الواحد على اثنين لو تيجي نقسمها يطلع 0.5، وال 0.5 ضمن شنو؟ ضمن شاشة الويندو. الواحد بوينت ثمانية، واحد بوينت ثمانية خارج حدود الويندو، لان انا عندي بس واحد وسالب واحد. ماشي، سالب واحد على اربعة، واحد تقسيم اربعة ايش قد يطلع لنا؟ يطلع لنا 0.25، و 0.25 من ضمن حدود الويندو، اذا مقبولة. سالب 3.25 هاي شنو؟ مرفوضة. ليش؟ لان خارج حدود الويندو. اذا هي كل الحل مال السؤال، بس يعني انتبه على فقرة مهمة، انه في حالة وجود تو يعني في حالة كليبنج من طرفين، يعني كانديديت كليبنج، تستخدم هذا ليفت انترسكشن، رايت انترسكشن، توب انترسكشن، وبوتوم انترسكشن، وكل وحدة قانونها. تقول لي بحالة الليفت انترسكشن، بحالة الليفت انترسكشن هاي شنو؟ اكس ليفت، صحيح؟ واللي اسمها واي انترسكشن، الاكس رايت انترسكشن، ها هنا أنا بالضبط، هنا أنا شنو؟ الواي توب انترسكشن، وهنا واي بوتوم انترسكشن. فتقول عندما اكس ليفت يساوي لنا سالب واحد، لان حدود الويندو هي سالب واحد، والواي توب هي شنو؟ واحد، والاكس رايت قيمتها واحد، والواي بوتوم شقد؟ سالب واحد. هذا اني جدا مهمه تحط، تقول له عندما اكس ال هاي شو قلت بالليفت انترسكشن، ليفت انترسكشن، قول لي اكس ال تساوي لنا سالب واحد، هاي اكس ال سالب واحد، طبق القانون اللي هو موجود، هذا القانون مالته، هذا القانون مالته. اوكي هذا القانون. وكذلك بالاكس رايت طبق القانون، والواي توب هذا قانونه، والواي بوتوم هذا قانونه. هو هذا كله مفهوم الكليبنج. اتمنى اني نال اعجابكم، وشكرا جزيلا لكم.